السلام عليكم ورحمة الله. الزبناء ديالي المخلصين والأوفياء، أنتم مباشرة من قلب متجر أواني عبد البرنوسي. مرحبا بكم في هذا اللايف. غبرت عليكم، توحشتكم بزاف، كيوصلوني لي ميساج بزاف توحشتكم، ولكن رجبت لكم الجديد وما ناسيكمش، ورا ستوريات كيوصلوكم والجديد دائما عند أواني عبدو. جيو بروفيتيو وجيو استفدوا عند أواني عبدو من البروموسيون ومن سلعة البريستيج وفي جميع الأواني المنزلية لي برومو عند أواني عبدو. مرحبا بكم زبنائي الأوفياء والمخلصين. غنقول لكم أنتم مباشرة من قلب متجر أواني عبدو البرنوسي. المحل متواجد بلوك كا مارشي كا الرقم المحل 26 مباشرة ورا الديبو ديال الترام ديال البرنوسي. هاد المحل ديالنا معروف، ورا الديبو ديال الترام ديال البرنوسي قرب السينما السلام. أواني عبدو دائما لي برومو الخيالية اللي كتوصل حتى ناقص 50%. عندي لكم العجانات جاو لي مولينيكس، الألوان والأشكال والأنواع. بغيت كلشي بارطاجي، كلشي يخلي ليا اش من مدينة تتبع لي لايف ديالي واشنو تبغيو نوجد لكم في الجديد. واللي بغى لا ليفريزون، راه لا ليفريزون المغرب كله كنليفريو. يكفي تواصلوا معنا في الأرقام الآتية 0692 82 82 02، أو لا هشام 0629 04 84 75، ولا عز الدين 07 13 48 04 49. مرحبا بكم زبنائي الأوفياء. جبت لكم شي حاجة طوب، غبرت عليكم، ولكن لظروف صحية يعني ما ماشي بجهدي، داكشي ديال الله الحمد لله. مرحبا بكم، وتوحشتكم انا بزاف. دابا كلشي كيقولوا توحشنا اللايف ديالك، توحشناك عبدو. مرحبا بكم خوتي خواتاتي حبابي، تحياتي لكم. عفاف قالت لي يا عبدو هوت قام، شكرا لك اختي بزاف. مايا ايما عبد منور عبدو، شكرا لك اختي. كوثر هاجر عليكم السلام. كاين بزاف ديال لي كومونتير، مهم لي كومونتير بارطاج كلشي يطلع معايا في هذا اللايف. حكيمة يوسف قالت لي تحياتي السي عبدو، شكرا لك بزاف اختي. العزيزة الزرق شكرا لك اختي. شوفوا معايا لي برومو اللي غيكونوا سبيسيال عند أواني عبدو في هاد لا سومين كاملة ان شاء الله. هاد اللايف غيبقى مسجل، الناس اللي غيدخلوا يتفرجوا. غنقول لكم باللي لا ليفريزون المغرب كله، ويكفي تواصلوا معايا في الرقم الآتي 06 90 82 82 02. ومرحبا بكم، مرحبا بكم عندنا الناس ديال مراكش، ديال اسفي، ديال فاس، قنيطره، سوق الاربعه الغرب، مولاي بوسلهام، كلشي هادو اللي طالعين معايا في اللايف مرحبا بيه. شوفوا معايا غنبدا لكم بهاد الزليفه ديال بابيو الواعره اللي غنعطيكم 6400. شوفوا معايا هادي 6400، هادي 6400، ست زليفات ب 20 درهم. بغيت كلشي بارطاجي هاد السليعه، غادا تكون سبيسيال عند أواني عبدو بشي حاجه واعره. ولا كاليتي دائما تنخدموا لكم على لا كاليتي. شوف معايا هاد الزليفه عاوتاني 6 ب 400، هادي واعره. راكم عرفتوا علاش غادي تستعمل، يعني عيالات راكم تبارك راكم حادقات وعارفين شنو هاد الشيء علاش غيستعمل. المهدي الطويل تحياتي ليك خويا، توحشتك بزاف. تحياتي الناس ديال سطات خويا مهدي. لطيف الحرشي ما يكون باس خويا ان شاء الله، الله يبارك فيك اختي، شكرا لك بزاف. رشيده تمن العجانه وشحال من اترو. شوفوا معايا الناس غادي تبارطاجيو هاد لا فيديو ضروري، اولا هاد اللايف لحقاش غيكون سولد سبيسيال في جميع هاد الاواني المنزليه او هاد يعني العجانات. كاين لي هاشوار دوبول، كاين بزاف ديال، كاين طراب، كاين بزاف ديال السلعات غيكونوا سولد. المهم غنقول لكم باللي هاد الزليفات غنعطيكم 6 ب 400، هادو 6 ب 20 درهم، وهادي ديال بابيو أولا ديال الفراشة 6 ب 400 حتى هي. وعندي لكم هادو، شوفوا معايا طبسيل كبير 5 ب 600 ريال، هذا اللي جا على شكل باطو. شوف عز الدين، عز الدين كاين هاد الشكيل تا هو، هذا راه جابلا، هذا تا هو 5 ب 400، هادو 5 ب 30 درهم، 5 ب 30 درهم. كاين شوف خويا سيم، كاين هذا جا على شكل كاين اوفال، واحد الشكل اوفال بحال هذا عز الدين. شوف لي الشكل الاخر، قلب عليه راه كاين.
هادو خمسة بثلاثين درهم، وهادو كذلك غارقين خمسة بثلاثين درهم، وهادو كذلك خمسة بثلاثين درهم. شوفوا معايا هادو راه طبيصلات فيهم 21 سنتيم، هادو ها العبار ديالهم فين هو 21 سنتيم على 2 سنتيم في الغرق، 35 درهم، هذا 35 درهم، هادو راه كبار هادشي. هذا كذلك 21 سنتيم على 4 سنتيم في الغرق، هذا راه غارق، هذا راه غيجيكم طبيصل زوين مهم ديال بزاف الاستعمالات. 5 ب 30 درهم، 5 كذلك ب 30 درهم، وخمسة كذلك بثلاثين درهم. بغيت كلشي بارطاجي لايف، كلشي يطاقي صحابو حبابو جيرانو العائلة ديالو باش كلشي بروفيتي وجي يستافد عند اواني عبدو البرنوسي وسيدي مومن، المحل ديال سيدي مومن كيتواجد دائما وسط السويقة ديال المارشي ديال الكرون. سيدي مومن جديد اواني عبدو كيتواجد وسط السويقة ديال المارشي ديال الكرون، كيشوف مولين الديسير اولا في حدا النقاشات ولا السوديو العالمي. حنا اواني عبدو جاء اسفل مسجد الاحسان. شوفوا معايا هاد الكراف، هاد الكراف تنعطيكم 3 ب 1000 ريال، 3 البياسات ب 50 درهم. فيها تنظن هادي راه فيها واحد السينتا هنا فيها لي كولور، يعني هادي شوفوا في الصفر وهادي فلورانج. 3 البياسات ب 50 درهم. لي كومونتير البارطاج كلشي. سرياني عبد الرحمن تبارك الله على خويا عبد الواحد، الله يبارك فيك خويا. امل دناني عبد الواحد اللهم بارك، شكرا لك بزاف اختي. كاين بزاف ديال الكومونتيرات، بغيت البارطاج باش كلشي يطلع لي هاد اللايف ويجي بروفيتي. هاد الكيسان تنعطوكم 3 ب 400 فيهم بزاف ديال لي كولور. شوفوا معايا 3 ب 20 درهم، هادو كلهم 3 ب 20 درهم. الطراب شوفوا معايا لا مارك فيزلر، شي حاجه واعره عاوتاني جات، لي كولور ديالو كاملين. شوفوا معايا النوار، هاد الكرونه وهاد الفيغ، شوفوا معايا هاد راه واعر، لوين خطير. الثمن ديالو 1000 ريال، 1000 ريال كلشي 1000 ريال. وعندي لكم هاد العشوار اللي فيها 24 بياسه، شوفوا معايا 14 بياسه، 14 يعني اشنو فيها؟ فيها هاد الطراب، فيها هاد الفرفاره. العيالات غيقولوا لي في الكومونتيرات ديالاش هادي وهادي ديالاش، وهادي بعدا راه تنعرف هادي كتقشر تنظن ثومه اولا تتفسخ الحمص، وهادو راه الطره، هذا موس ديال الربيع، هذا ديال الكفته اولا كفته ديال الحوت، هاد الموس ساورتي نيطواييها. فيها بزاف ديال التويشيات وفيها 1000 واط، شوفوا معايا 1000 واط لا مارك فيزلر، يعني هادي شي حاجه طوب يعني غارانتي. اللهم بارك، بياسه زوينه وفيها بزاف ديال يعني بزاف ديال الموديلات وبزاف ديال الاواني. المهم غادي نوريكم كلشي ان شاء الله. هاد الهاشوار جوج اترو، شوفوا معايا جوج اترو، فيها 1000 واط وفيها ثلاثه ديال لي فيتاس، يعني هادي الاول هذا الثاني وهادي تستعمل ديال الطراب. فيها كاس زاج كاس اينوكس 170 درهم، شوفوا معايا الثمن فيها سبيسيال واعر ما غتلقاوش في اي بلاصه. وعندي كذلك الميكسور ديالها 4 في 1 ولي وات طالعين عاوتاني، راه كاين اللي فيه غير 200، هذا فيه 400 واط، ها هو 400 فيه الطراب فيه الميكسور فيه الهاشوار وفيه هذا الكاس ديالو، والثمن ديالو 145 درهم، يعني 2900 وفيه نوار وفيه هذا البلون. وعندي لكم كذلك شوفوا معايا ثلاثه اترو، ثلاثه اترو كاس واحد، اللي بغى كاس واحد حتى هو كاين كاس واحد، وفيها صفايط البيض، فيها هاد الفرفاره، هاد الجلده راكم عرفتو كتجي لتحت، ثلاثه اترو. انتو شوفوا معايا الحوت ربيع، كدير كلشي عاصر طحنوا لك اي حاجه غديرها فيها اللحم كلشي. فيها ثلاثه ديال لي فيتاس، فيها اليد ديالها ثلاثه اترو، شي حاجه واعره. فيها خمسه ديال المواس نظن، لا مارك توجور فيزلر 1000 واط، شوفوا معايا 1000 واط 3 لتر 170 درهم برومو، كتوصل نورمالمون 220 درهم 300 درهم. اواني عبدو دار لها سولد واعر 170 درهم، جيو بروفيتي، وكاس واحد 170 درهم 3 اترو. عندي لكم واو، شوفوا معايا الوليدات تما تفكرتهم وجبت لهم قريعات اللي غياخذهم فقط 13 درهم، سولد واعر
شوفوا معايا اللوينات كاملين كاينين 13 درهمات القرعات ديال وليدات الصغار، وعندي لي كامبانينوس غرانيت شوفوا معايا اللي كتوصل 220 درهم 350 تتستافدوا منها فقط عند اواني عبدو غير ب 190 درهم، الغرانيت 190 درهم فيزلر. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على خدمه التوصيل، غنقول لكم خدمه التوصيل جميع ربوع المملكه المغربيه، مرحبا بكم اواني عبدو كيليفري المغرب كله، يعني لا ليفريزون المغرب كله، يكفي تواصلوا معايا في الرقم ديالي اللي هو 0692 82 82 02. الناس اللي كيبغيو الجمله مرحبا بهم تما، يعني كنديروا الجمله والتقسيط راه ما نهضروش عليه. بالنسبه الهاشوار قلنا هذه 3 اطرو، يعني بقاو معايا على الخط وركزوا معايا مزيان وحيدوا شي حاجه اللي في يديكم باش تلهيكم وما تبقاش ملاهياكم، تبقاو معايا وتركزوا على الثمن والجوده. عندي لكم عاوتاني جوج اطرو، شوفوا معايا هاشوار جوج اطرو، اللي بغى هاشوار يعني مويان هي هادي جوج اطرو، يعني داكشي اللي في هادي، يعني اللي في هادي في هادي غير يعني هادي ناقصه عليها باطرو، هادي جوج اطرو وهادي 3 اطرو، هادي كتبقى لكم 150 درهم، هادي 3000 ريال، 3000 ريال فيها 1000 واط جوج اطرو، الماس كاملين فيها، فيها الصفايه ديال البيض كذلك، يعني المونطو ديالها فيها 14 بياسه، 14 بياسه، يعني ما غتلقاش هاشوار بهاد لاكاليتي 1000 واط واللون الغابر، يعني الوين زوين والنواغ راه عند العيالات كلشي في كوزينه والكري. المهم الثمن 150 درهم سولت سبيسيال. وعندي لكم الهاشوار مازال كاينه كوكينغ راه 160 درهم برومو، او ثاني 160 درهم فيها جوج ديال لي بول، فيها كلشي ديالها كاين. وبالنسبه للطراب عاوتاني كاين هذا راه عاوتاني ماركة تاني يعني زايده شويه 110 درهم، هذا 110 وهذا راه قلنا 50 درهم، هذا 1000 ريال ثمن واعر. وعندي لكم العجانه، شوفوا معايا العجانه اللي كتوصل حتى ل 1000 درهم، 1000 درهم كتوصل في السوق معروفه 7 اطرو 1200 واط، ها هي لا مارك لا كوتشينا شي حاجه واعره. عجانه فيها يعني من الواحد حتى العشرة، يعني 10 ديال لي فيتاس انت غتخدمها غير في الجوج راه تخدم مخيره، فيها 3 ديال الكروشيات وبالغطايه ديالها هذه، جيو العيالات بروفيتيو فيها كيف ما كانت اللي قبل منها سالات، هذه عاوتاني غادي تسالي، والثمن غيصدمكم 750 درهم، ما تلقاوهاش بهاد لاكاليتي بهاد الجوده، وفيها جوج ديال لي كولور، شوفوا معايا الكري والكرونا 7 اطرو، ها هي 7 اطرو 15000 ريال، 15000 ريال عند اواني عبدو، عجانه سبيسيال الهوته ديال بصح، هادي جو بروفيتيو فيها، شوفوا معايا لي مولينيكس، لي مولينيكس حتى هما فيهم برومو خياليه. عندي لكم بالكاس ديالها ديال العطريه 110 درهم، هادي فيزلر كذلك 110 وكذلك 110 درهم، كلهم 110 110 110. وعندي كذلك بوطونه وحده ثمن 110 درهم. الناس اللي كيسولوا على المحلات ديالنا اواني عبدو، ورا الديبو ديال ترام ديال برنوسي قرب السينما السلام، اولا بسيدي مومن جديد وسط السويقه ديال مارشي ديال كرون، مونينيكس 110 درهم، بلاندي شي حاجه واعره، فيزلر توجور لا مارك فيزلر، يعني شركه زوينه غادي تتعامل مع اواني عبدو دائما غتشوفوا هاد فيزلر ان شاء الله 110 درهم 110 درهم وبالكاس ديال العطريه ديالها. وغنعطيكم عاوتاني مونينيكس ديال الزاج، شوفوا معايا هادي راه هوتة عاوتاني دايزة الكلام، فالايس كراش شوفوا معايا فا 5 ديال الفيتاسات 1000 واط، والكاباسيتي ديال الكاس ديالها فيه اطرو ونص، والثمن 180 درهم، هاوته ديال بصح. هادشي ما غتلقاوش في اي محل غير عند اواني عبدو، جيو بروفيتيو من سلعه بارخص الثمن الجوده والمعقول والاتقان. غادي نعطيكم عاوتاني الجديد، شوفوا معايا
عندي لكم بواطة زوينة هادي غتستعملوها بزاف ديال الاستعمالات. هادي الثمن ديالها 60 درهم، هادي راه كبيرة ماشي صغيرة، يعني كبيرة وفيها جوج ديال الموديلات. شوفوا معايا فيها هادي وفيها كذلك هاد الزواقة، هادي 60 درهم. هادي ها وتعاوتاني سولد سبيسيال فيها. وعندي لكم طاجين طاجين، شوفوا معايا طاجين واعر ميتال زوين. هذا مويان 70 درهم، والكبير ديالو شوفوا الكبير، هذا راه كبير تنظن فيه شي 24 سنتيم، هذا 1600 درهم، هذا 1400 وهذا 1600. الناس اللي طالعين معايا في هذا اللايف بغيت كلشي لي كومونتير باش كلشي يجي بروفيتي، وقول لي اش من مدينه تتبع لي اللايف ديالي. امي اميره ملك، خدمه توصيل عند خويا عبدو، جميع المدن التوصيل حتى لباب الدار، كلشي في امان، الله لا كسور لا والو، ما شاء الله موفقين اخويا. شكرا اختي بزاف، الله يبارك فيك، تحياتي لك. المهم سمحوا لي، بالنسبه لهاد البواطات قلنا 60 درهم، وهاد الطاجين 70، والكبير ديالو 80 درهم. شوفوا معايا ديكور واعر، شي حاجه واعره وتقال تبارك الله ما شاء الله، فيزان واعرين ديكور اولا ديروا فيه وارد، هذا واعر وثمن تا هو غيكون واعر، 180 درهم كيوصل 250 درهم 260 درهم، 180 درهم ثمن جد مناسب، 180. وكاين كذلك في هاد الشكيه 180 درهم، شوفوا معايا ثلاثه ديال الكيسان 180 درهم، برومو خياليه 180 درهم 180، وكاين على جوج 180 كذلك، هذا حتى هو 180 درهم، ثمن جد مناسب ورائع. جو بروفيتيو عند اواني عبدو من سلعة ارخص ثمن. شوفوا معايا لي بلاطو كذلك، عاودوا رجعوا من جديد، شوفوا معايا بلاطو ديال الخشب والزاج، هذه راه الزاج لداخل، هذا واعر تبارك الله، كليان عندنا تيطيروا عليه، الثمن ديالو 140 درهم برومو. وكذلك هذا 140 درهم ديال الريشه، هذا 140 كذلك 140 درهم، يعني 2800 ريال ثمن ديال البرومو، 140 درهم في 140، وهذا كذلك 140 درهم، يعني ثلاثه ديال الموديلات عند اواني عبدو. شوفوا معايا باك عاوتاني ديال القوامل، شوف باك فيه ربعه ديال البياسات، فيه ثلاثه ديال الجميلات، هذا راه ثقيل شي حاجه واعره، ثقيل صراحه ديال الطاك، هذا راه تيوصل 900 درهم، غنديروا ليه ثمن واعر. فيه جميله قصيره، هذه جميله كبيره وغارقه، هذه قصيره وهذه يعني هذه مويان عاوتاني، هذه غارقه حتى هي ومعاهم المقله ديالهم، شوفوا معايا كاليتي واعره، يعني فيفالدي، يعني شي حاجه زوينه صراحه، كاليتي طوب باك وثقيل صراحه زوين، الثمن ديالو غيبقى لكم ب 600 درهم تركيا، يعني راه مطبوع، هذه راه 26 سنتيم هذه المقله، هذه 26 سنتيم وهذه 26 وهاد جوجات 24 سنتيم، والثمن ديالو 600 درهم، يعني 12000 ريال، باك واعر، هذا صراحه واعر وعجبني، وصراحه غي ان شاء الله هذا عارف باللي غادي طير ان شاء الله، الثمن ديالو 12000 ريال، ثمن واعر وسبيسيال غير عند اواني عبدو، جيب بروفيتيو. وغنقول لكم هاد الانسومبل ديال الحمام رائع، شوفوا معايا 100 درهم انسومبل ديال الحمام زوين، فيه ربعه ديال البياسات، وكاين في هاد اللوين كذلك 100 درهم، ويمكن فيه تنظن شي ربعه الشكالات، يعني غادي تشوفوا غير هاد الجوج الاخرين بعاد تنظن، المهم الثمن ديالو 100 درهم، ثمن رائع. وعندي لكم الجميله، هاد الكامله زوينه ثقيله ديال الجرانيت، الثمن ديالها 120 درهم فقط، كتوصل حتى ل 180 درهم، غتاخذوها 120 درهم عند اواني عبدو. فاتي غرواش قالت لي ما شاء الله عليكم، الله يبارك فيك اختي،
ام نور ياسمين قالت لي انا ام نور ياسمين من طنجة، الصراحة التعامل ديالكم طوب وسلعة وصلت كيما هي، شكرا لك اختي بزاف، مرحبا بك في اي وقت، هذا الشيء واجب، الحمد لله على الثقة ديالكم اللي وضعتوا فينا. هاد الكاميلا راه ثقيله والبروميان ماشي داكشي اللي كتعرفوا، الثمن ديالها 110 درهم 120 درهم، نمره 24 سنتيم وراه ثقيله زوينه الصراحه، كاليتي طوب. شوفوا معايا هاد البلاطويات اللي دايرين ضجه تبارك الله في المحلات ديالنا، عندي جوج ديال البلاطويات ب 50 درهم برومو، 50 درهم فقط كتستافدوا منهم، جوج ديال البلاطويات كتستافدوا منهم ب 50 درهم في هاد الكاري وفي هاد الدائر كذلك تستافدوا منهم ب 50 درهم، جوج ديال البلاطويات 50 درهم 50 درهم، يعني جوج بياسات ب 1000 ريال. هاد التويشيات هما جابوهم من الدراري، التويشيات ديال الحمام شوفوا معايا 100 درهم وهذا كذلك 100 درهم، يعني سواقات واعرين، شوف الوينات خطيرين 100 درهم. اسماء وجدان حد سوا ملم، تحياتي فاتي العيون، وعليكم السلام ورحمه الله. اميره مالك قالت لنا على هاد المرميطه اكثر من رائعه، داكشي اللي كاين الصراحه الحمد لله جربوها الناس وعجباتهم، ورفاه الطايه ديالها زوينه وتتسد مزيان. الثمن ديالها قلنا 2200، وعندي لكم كذلك القرعه بكيسان ديالها 80 درهم، يعني 1600 فاسه ديال القرعات والقرعه الكبيره ديالها. بالنسبه لهاد هاد التويشيات ديال المملحات شوفوا معايا، هادو شو سيم واج، هادو غنعطيوكم 5 ب 1000 ريال، يعني كنا دايرين لهم 4 ب 1000 ريال، دابا غتاخذوا 5 ب 1000 ريال، هاد التويشيات ديال المملحات 5 ب 1000 ريال، هادو مربعين راه كيديروا 15 درهم الوحده، عبدو داير لهم 5 ب 1000 ريال، يعني ثمن فابور، جيو بروفيتيو من هاد الشيء قبل لا يسالي. وراه كاين العدد تبارك الله ما شاء الله شوفوا معايا، وكذلك هاد الدايرين ديالهم 5 ب 1000 ريال، هاد الدايرين حتى هما زوينين راه موين، راكم عرفتوهم راه كيتباعو ب 15 درهم اولا 13 درهم، وانا عبدو دار لهم 5 ب 1000 ريال، يعني برومو زوينه في هادو، وهادو كذلك حتى هما راه مازال عندنا في ستوك، الثمن ديالهم 3 ب 60 درهم، هادو ديال المملحات 3 ب 60 درهم، ثمن جد رائع جد مناسب. والكراسه شوفوا معايا الحطه ديال الكراسه ب 120 درهم، هادو تما تبارك الله ما شاء الله لقاو اقبال كبير عند الزبناء ديالنا، الكراسه راه فيهم ثمن واعر، هادو راه كيوصلوا 250 درهم 200 درهم، اواني عبدو عازي ديال الحاجه ماشي مشكل ما شتجاني 120 درهم كراسه. بالنسبه غادي نكمل معكم ان شاء الله في لي برومو، وغنقول لكم العجانه 17000 ريال، جبد لي الطرموسات جداد، عندنا طرموسات واعرين يلا جاوا ان شاء الله حتى هما فيهم ثمن سبيسيال. المهم فيزلر غتلقاو فيزلر موجوده عندنا، الهاشوار فيها جوج اترو 150 درهم، شوفوا معايا باليد ديالها هذه راه عارف عيالات تيموتوا على هذا الهاشوار اللي فيها اليد وفيها هاد الماس بزاف، فيها ديال الثومه كتقشر الثومه كتفسخ الحماص كل شيء، هذه 150 درهم جوج اترو، وثلاثة اترو 170 درهم، ثلاثة اترو 170 درهم كاس واحد، ثلاثة اترو وإينوكس وفيها جوج كيسان 170 درهم، يعني غيتزادك كاس ديال الزاج غتزادك 20 درهم وجوج اترو. وعندي لكم شوفوا معايا الترموسات، واو شي حاجة زوينه وكاليتي طوب، هادو كتستافدوا منهم جوج ديال لي تيرموس 140 درهم، 140 درهم جوج ديال الترموسات شي حاجه واعره دائما لا كاليتي. وعندي في البلون بالدوغي عاوتاني ترموس زوينه، الثمن ديالها فقط كتستافدوا منه 140 درهم، يعني بغيتي في البياض بغيتي في الكحل، ثمن جد رائع جد مناسب. وعندي لكم كذلك شوفوا معايا، شوفوا معايا الميزان، عندي هذيك التويشي ما حطيتوهاش، هذه ديال لاف اللي جات جديده، كاين واحد الموديل جديد اخر. وعندي الميزان ماشي هي هاد الميزان 60 درهم باش كتستافدوا منه، برومو 60 درهم تيعبر حتى ل 5 كيلو، عندي طبيصلات ديال الزاج هادو غيكونوا طوندونس ان شاء الله في المحلات ديالنا، شوف شوف هاد الطبسيره كاين واحد الشكل ديالو راه كامل حاطينه هنا ما
حطيتوش انا. المهم هادو 5 ب 600 ريال، هادو اللي على شكل باطو 5 ب 600، هاد الغارقين 5 ب 600، وهاد البلا 5 ب 600 ريال، فيهم بزاف ديال الشكيلات. وهذا ديال بابيو كنعطيكم 6 زليفات ب 20 درهم، كذلك هادو 7 20 درهم. شوفوا معايا كاس هذا اوريجينال، ماشي داكشي اللي كتعرفوا الارك، هذا راه مطبوع، يعني واش غتبان لينا الطبعه ديالو ولا لا. الثمن ديالهم هادو تيديروا 40 درهم السه، هادو راه شي حاجه زوينه. الكاس ديالهم بروميان، الكاس ديالهم بروميان، يعني شي حاجه واعره. الثمن ديالو 40 درهم السه، 40 درهم 6 بياسات. الفراقات 60 درهم، يعني 1200 ريال. عندي لكم تبصيل مول الورده مازال حتى هو في السولد 400 ريال. عندي لكم كيسان لاف، وهاد البلاطويات شوفوا البلاطويات كاملين مازال عندنا في ستوك 80 درهم 1600 ريال. كاين بزاف ديال الكومونتيرات، يعني اسمحوا لي ما جاوبتش على الكومونتيرات بزاف. المهم الناس اللي كيسولوا على خدمه التوصيل، اواني عبدو كيدير خدمه توصيل جميع ربوع المملكه المغربيه، مرحبا بكم عندنا. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الجمله، راه كاين عندنا الجمله والتقسيط ما نهضروش عليه دائما مع اواني عبدو. بالنسبه النمره ديالي 0992 82 82 02، اللي بغى يستافد معنا او لا يستافد من سلعه يجي البرنوسي ورا الديبو ديال الترام ديال البرنوسي. ها الزنقه اللي جينا فيها، هذا هو الديبو ديال الترام راه معروف، او للسينما السلام. وحنا جينا في الزنقه اللي ورا الديبو ديال الترام ديال البرنوسي، او لا الكيوسكات. فين كاين الكيوسكات؟ راه هو هذا هو الشارع اللي كيدير الكيوسكات اللي كاينين في البرنوسي. محل ديالنا دائما تخفيض ميزات عبدو البرنوسي، مرحبا بكم عندنا. بالنسبه لكاس لاف السب 35 درهم، كذلك هذا السب 35 درهم، هذا البومبي، وكاين هذا كذلك حتى هو السب 35 درهم، يعني 700 ريال كل سب. عندي لكم البلاطو، هذا البلاطو ميلامين زوين الصراحه 25 درهم. عندي لكم مول ديال كاب كيك 20 درهم. كاين بزاف ديال التويشيات برومو، وكاين القرعه لاف ثلاث جوج ب 50 درهم، يعني جوج ب 1000 ريال، فيها هذا البياض وفي هذا الغوص، جوج ب 50 درهم. كاين كذلك المقلة على 7 80 درهم. كاين عندي البواطات ديال القطاني 3 ب 60 درهم. كاين بزاف ديال التويشيات، المكانة 60 درهم، شبكة الخبز 40 درهم. وجيو بروفيتيو في هاد المولينيكسات زوينين العجيبي، الالوان الخطيرة. قالت لي صهيب الناجي، قالت لي بشحال عصرت الليمون، عصرت الليمون فين هي عصرت الليمون؟ عصرت الليمون عندنا لا مارك كيوي 90 درهم. هاي اختي عصرت الليمون 90 درهم برومو، وهاد الهاشوار اللي دايره ضجه في المحلات ديالنا، شوفوا معايا ديال الزاج جوج ايترو، الثمن ديالها 110 دراهم، فيها 500 واط، هادي راه واعره، وحطيتها غير في ستوريات. ونبغي نقول لكم دائما تبعوا لي ستوري ديال اواني عبدو، يعني ستوريات راه كينحط فيهم الجديد، ودائما غتلقاو فيهم السلعه. انستغرام ديالي هو هذا، المهم اواني عبدو، يعني تبعوا لي ستوري الانستغرام ديالنا هو هذا. المهم راه تنحط لكم الهميزات ولا ليفريزو، راه دائما المغرب كله راه يوميا تبارك الله تيخرج عدد ديال السلعه عندنا اواني عبدو. الانستغرام ديالي هو هذا، وراه كاين حتى التيك توك، اللي بغى التيك توك مرحبا به، حتى هو راه كاين كلشي، كلشي كاين الحمد لله. مرحبا بكم عندنا، الناس اللي كيبغيو الجمله حتى هما يتواصلوا معايا في الرقم ديالي ونصيفط لهم السلعه اللي عندنا. والثمن راه جد مناسب، والتوصيل جميع ربوع المملكه المغربيه. بالنسبه فيزلر جيو بروفيتيو في هاد السلعه بهاد الثمن الخيالي، راه الثمن واعر فيها. هاد الميكسور 145 درهم، الهاشوار دوبول، وشوفوا معايا باليد ديالها فيها ثلاثة ديال الفيتاس، فيها 14 بياسة، 14 بياسة 170 درهم، جوج إيترون، طراب 50 درهم، هاشوار ثلاثة إيترون 170 درهم، هادي 170 درهم،
البول ديالها راه اينوكس 304، يعني ما تيصدي ما والو، شي حاجه واعره. فالصفايه ديال البيت 3 ايترو 170 و 2 ايترو 150 درهم، توجور مع لا مارك فيزلر. غنبغي نقول لكم مرحبا بكم عند اواني عبدو البرنوسي واواني عبدو سيدي مومن. اواني عبدو دائما تيجيب لكم الهميزات الخطيرين سبيسيال اللي كيوصلوا حتى ناقص 50%. وعندي لكم هاد القرعه باش نعطيكم 3 ب 1000 ريال، كاين بزاف ديال السلعات غادي يكونوا ان شاء الله. مرحبا بكم عند اواني عبدو، نبغي نقول لكم تهلاو لي فروسكم، تلاقاو في لايف جديد، نتسناو الدعوات ديالكم، تهلاو لي فروسكم. السلام عليكم ورحمه الله.